قدير الله يا ابن مراد ديرك بجوان الله جيك منين اشتهيت العناد يا ابن مراد قدير بعديد ونلبس جديد الله ونجيك سكران راسي يسديد الله بس عجبني عبد الحميد وتربة سياد على الله ما عاد شيء تستفاد. طيب السيدة البيضة نتاعنا زمنية بل نحن كنا نعملوها بالسميد القمح متى ولينا بالفارين كل وقت ووقت طيب قبل كنا نحكيو على العصيدة البيضة توا وجيت عصيدة الزقوق اي قبل نحن طيب كنا العصيدة البيضة ما نطيبوش الزقوق العصيدة البيضة أطاها معها كي تطيب نحطوها في الشطر ونصبوا عليها الزيت نحطوا لها الدقلة ونحطوا البسيسة باش نعديو ونفطروا باش شنو نزينها هذا العصيدة البيضة نزينها بالدقلة نصبوا عليها زيت الزيتونة فمش كنت نحطوا بسيسة زيدان البسيسة نحطوها وحدها في صحفة هنا ونبدأ نعبيو العصيدة ونحطوا بسيسة ونفطروا فما ناس تحط لها العسل كل واحد يشيحها هاي هاي طبقة عصيدتنا نحطوها في الشقالة ومتى ناخذ نعصدوا برشا باش ما تكعبلوش هاي هاي قد ما نعصدوا قد ما هو باهي هاي قد باهي ترمي العلك تبدا باهية نصبوها بزيت شوية ماء ونبداو نعصدو فيها نعملوها كان بالماء هاي بالماء كها كي تطيب نحطوها في الشقالة وصبوا عليها الزيت وريقلوها بالدقلة وبسيسة بسيسة عادة الشقالة نتاع العصيدة يتلموا عليها برشا عباد ما شاء الله توا ولا كل واحد وصحفو كل واحد وصحفته ظلوا عائلية الكل يديروا مع بعضنا فما ناس كل حتى بصوابع يديها من غير مغرفة فايدة فك اللمة هي فايدة في اللمة اللمة هي الكل بنات هاي عصيدتنا توا حضرت شنو نزينوها بالدقلة وناكلوا ان شاء الله بالشفاء ان شاء الله مولد مبروك علينا وعلى أمة محمد الكل ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير انتم حيين بخير انتم بالامثل يعيشكم هاي سيدي اللهم صلي على النبي هيدا عصيدتنا حاضرة دقلتنا حاضرة بعديد ونلبس جديد الله ونجيك سكران راسي يميد الله بس عجدي عبد الحميد وصوبة سياد الله على الله ما الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة